الدنيا او السفلى. كما تمكن هذه المعدات الخضار من وضع الضحيه في المكان المناسب اذا كان تعلق الامر بالامل الصعب. Thank you.
حالك مثل أخرى. بالنسبة لهذه المسرحية فهي عبارة عن محاكاة لحادثة سير في الشارع العام، والتي من الدرجة الأولى تتطلب تدخل المسعفين المتواجدين في مكان الحادث لتقديم يد المساعدة في انتظار وصول سيارة الإسعاف. لا شوفوا هنا، شوفوا هنا.
انا ما صيفطتوش كلشي ولكن ما كناش لاكسي باش ندوزو ليها. ساليتي وقيل معايش دونك هذاك ديال البريسيون هذا الموتور ديال البريسيون ولا ديال كيقطع هذاك راه بحال مقص ولكن مقص ديال الحديد تيقطع باب كامل ديال الطوموبيل باش يخرج الانسان اللي حاصل لداخل شي بلاصه اللي عامره بالدخان كتسحب داك الدخان وتخرجوا على برا باش هاك وما يتخنقوش الناس هي فعلا حنا كنديرو الاكسسوار ديالنا كنديرو الماسك كنديرو المسائل ديالنا ولكن كنخدمو بهذا في حالة اللي كتدخل كتدخل باش مقلل الدخان كتكون الرؤية أحسن لا للناس اللي دايرين لي زيكيبمون ولا مثلا الضحايا لا قدر الله اللي يكونوا ناس تما ولا هذا كنخرجو هذا الفيلم كنخرجو كتخرجو كنخرجو شوية عاد كتدير ليها الاكسسوار باش تستنى هذا كنسميوه ديفيزيو مفرح كيصلح لنا باش تكون العافية كثيرة عافية هادشي بعدا راه كيكون في الكاميو راه نشوف حنا بزاف الناس فهمتي ما يمكنش غادي العافية كثيرة كاينة هنا كاينة هنا كاينة هنا غادي نمشي أنا غنبقى نطفي غير بوحدي بتي واحد ونخلي البلاصة أخرى كتحرق أشنو خصنا نديرو؟ ها انتم فهمتوا دابا في عوض ان واحد اللي يكون عنده شي واحد كيدخل واحد شتو كيدخل فيه شي واحد وشحال كيخرجوا باش يخدموا ثلاثه الناس دقه واحده ويدفعوا العفيف ثلاثه البيض دقه واحده
الماء ماشي ضاره ولا شي حاجه باش باش كنلقطيو ما يحلناش ما يدخلش الماء حتى هو دخلنا شي مواد اللي تقدر لنا الماء ما يخرجش ما فهمش شي حاجه ولا بغي يزول على شي حاجه في هذا الموطور ولا السرعه ديالو ولا كيفاش يستعمل هو كيستعمل صافي كيفاش يشوف الاستعمال ديالو راه ساهل بحال الموطور عنده حتى هو لاكسيليراسيون عنده الفريان عنده بحال موتور عادي غير هو ما تيمشيش في حتى الموتور ما كيكسروش به الناس بزاف هو عنده شويه عنده القانون ديالو حتى هذا راه ان شاء الله العالمي هو واحد كما كتعرفوا اش كتعرفوا على الوقايه المدنيه شنو ها امتى اذا ماشي بالضروره حتى تكون اكسيدون وانما في حالات اخرين ونعم شي عواد نهزوه في الطاكسي ونجيبوه للمستشفى كنعيطوا للوقايه المدنيه صافي هذا هو الدور ديال الوقايه المدنيه يلا امبيلونس كاين الحوايج اخرين قول لي بحال هكا صالحه رائعه شنو اخر الا غرق شي واحد اها زيد دار الزلازل زيد نعم كلهم هاد الحالات كنعيطوا للوقايه المدنيه فعلا كاين كيدخلوا فيه رجال الوقايه المدنيه شوفوا مزيان اش كاين لداخل باش يبان لكم شوفوا بعدا لي زيكيبمون ديالها ومن تما غتعرفوا واش كتصلح شنو هي هذه كورونا اشنو اشنو ماشي غير كورونا وانما جميع الاو هكاك كل وباء هما دوك الوباء اللي كينتشر كينتشر الامراض اللي كتنتشر بزاف كتنتشر عبر الانسان سواء على الفوس ولا سوائل ولا اي حاجه بطريقه نعم ما كايناش راه كنخدموا كيستعملوا هادي صافي هادي احتياطا ريتا ما يوصلوا للمستشفى هي باش تعاون المريض صافي هادي شكون اللي يقول لي ديال اش لا تقصح شوف مزيان شوفي لا دارت شوفي لا دارت شوفي لا دارت انا قيله درست شي واحد ماشي عنق هادي اذا تهرس شي واحد من عنقه كيخصك تفيكسي ليه عنقه خصوش باقي يتحرك ها ولا ها كتفيكسي ليه مزيان سمعت صافي كتفيكسي ليه مزيان وكتديه للسبيطار هادي ديال العنق كاينين ديال هادو ديال اش شوف دار شنو هادو
كيزقيو الرجل باش اذا تهرسات ما يبقاش كتلعب. لا شي واحد مهرس في رجليه كتفيكسي ليه رجليه باش ما بقاش تلعب، حيت ملي كيكون مهرس بريتي شويه ها ديالو لتحت ديالو. سمعت باع ما غاديش يمكن تدوز الروايد ديالها غيزلقوا في الثلج، بينما هذا مصنوع خصيصا للثلج. الناس اللي في خطأ بشكل عام 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 ب